10 رشيد العرفاوي، 7 ادم قرب، 31 يوسف السلينه والمدرب سعيد السيبي. يوسف السعفي 25، غازي العيادي 6، لامين داو 8، سند الخميسي 9، هيثم الجويني 7، حمزه الخضراوي 1. نربحوا اكيد مازال ما صار حتى شيء في الكاليفيكاسيون، مازال معنا لازم نفرضوا وين نمشيو، يلزم نفرضوا لعبنا، يلزم نفرضوا شخصيتنا، يلزم نسعى وجاهدا باش نجيبوا 27 مباراه حقق النادي الافريقي 68 فوز، فيما تمكن البقلاوي من الانتصار في 20 مناسبه وانتهت 39 مواجهه بالتعادل. الصوره طاقم تحكيم المباراه هذه المره نضال الانتهيات 1-1 بين النادي الافريقي والملعب التونسي. مباراه الفريقين في الحماس والتشويق كيف لا، وقد عرفت اغلب المقابلات تسجيل الاهداف ومعها التشويق الاثاره والحماس وياما مباراه الوصول الى البلاي اوف ومردود متالق لحظات والحكم يعلن في هذه المره عن ضربه البدايه الشوط الاول. وسط الميدان تقدر على هيثم الجويني صوب من بعيد حبي غالب الكره لفريق النادي الافريقي على مستوى الجهه اليمنى مرفوعه داخل منطقه الجزاء. جول 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 شباك منذ البداية انيش زيدو من الزعلوني مرفوع السلام ثم براس في الشباك حرش سيناريو جديد في بداية جديدة نجم نقولوا، خاصة وأن فريق النادي الإفريقي حضر إلى الزعلوني. زعلوني 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 داخل منطقة الجزاء تميد يرفع الكرة يتحرك أكثر من الجهة اليمنى وأكيد هذه توصيات من قسيدو تنفذ الركنين بسام الأسرار في يطلع سامي هلال من الكرة لفريق الملعب التونسي مرفوعة داخل منطقة الجزاء إلى المجري يحضرها في مراولة ثم التصويب بسام أسرار في كرة فذر إلى حمدي العبيدي ما فماش تسلل يدخل منطقة الجزاء. حمدي العبيدي والحارس سامي هلال فرصة بداية قوية النادي الافريقي وإلى حد الآن هاي الفرصة الضائعة والاختيرة اللي كاد من خلالها يضيف الثاني. اليوم لا تتحرك برشا لفريق الملعب التونسي تمريرة في مرولة من المجري ثم داخل منطقة الجزاء. الملعب التونسي الخميسي وزع لكن ترجع من الدفاع. الكرة تحضير في مرولة اختيار عملية فريق الملعب التونسي والحكم يقول لا يوجد هذه الكرة والعملية الأخيرة التي هذه كرة هذه الإعادة المرور هيثم الجويني في اتجاه بلال المجري كان قبلها توفيق الشريفي ورامي البدوي ترجع لك هو الخضراوي هيثم الجويني والتنفيذ سيء بصراحه. الملعب التونسي ترجع من جديد الى مير الحناشي قل ما فماش تسلل الكره خطيره النتيجه للملعب التونسي اخطر محاوله هاي الكره الاخيره التصويب ثم لمين نعم سامي والكره الاخيره المحاوله الاخيره الهجوميه لفريق الملعب التونسي دفاع النادي المراوله ممتازه لمراوغه يبعد في مراوله ثم يرفع الكره بالراس مرة سلامات ثم في مرة ثانية الجول التونسي عادة المباراة يتفسخ وعاود من جديد وكرة في وسط الميدان هاي الكرة شوف الهجمة جملة تكتيكية جميلة برشا الكرة خذها في مرة ثانية يحطها بالساق اليمنى تستقر في شي 45 دقيقة ستكون ثمينة للفريقين وفي هذه اللحظات مشاهدينا الكرام حكم المباراة نضال الطيب يطلق صفيرة نهاية الجلسة الأولى يلعب الكرة إصرار في طويلة إلى كينغسلي دو يرجع ثم التصويب لكن زعلوني فوق المرمى كادي باغت على الجهة اليمنى لكن مرت بسلام كثيرة هاي التصويبة القوية من غيث الزعلوني فوق حارس سامي هليل كيف ما جات على الطاير يا تونسي حمزة الخضراوي منطقة الجزاء الخضراوي دور الخضراوي يصوب الخضراوي 45 بجست تكنيك أمامكم يدخل منطقة الجزاء يصوب مباراة كبيرة أيضا مع الملعب التونسي دومينيك مندي الكرة إلى هيثم الجويني الجويني يدخل منطقة الجزاء يصوب الكرة وملا تصويبة في الزاوية على الحارس معز حصن وبصراحة صعيب التصدي لمثل هذه الكرات كما جات 2-1 تتغير المباراة من قوة اليوم نختار عملية تمهيد بس مسرات في تصويبة لكن أرضية يدخل منطقة الجزاء تصويب لكن بعد الميدان هاي الإعادة مشاهدينا الكرام التمهيد ثم بس مسرات في البطولة القارية الكونفدرالية ترجع لكم حسام السويسي الكرة ودفاع الملعب ميجري يدخل مناطق الجزاء ميجري يرجع الكرة وخطيرة رامي البدوي تقريبا نحى الكرة من ساق هيثم الجويني روني ثم يوزع داخل منطقة الجزاء تميد في مرة أولى ثم ثانية هاي الكرة رفع كرة من الحمروني ثم داخل منطقة الجزاء الحكم يقول العملية الأخيرة كانت تسريع على مستوى الجهة اليسرى على مستوى القائم الثاني من اللاعب الافريقي يبدو لي في بسام السرار في الكره الاخيره استعود الكره خمسه التمهيد بالاكستيريور الى بلال المجري والثاني
لكن كورته تضرب على القائم الايمن لمعز حسن والثالث ثم من جديد التصويب لكن بعيد ثم تصويب في مره اولى ثم في مره ثالثه لكن ستعود الى كره من جديد في تشكيله الملعب التونسي تمشي الكره خطيره تصويب هدف ابيض على قرار الحكم المساعد حكم المباراه على الاحتجاج هاي المحاوله من كينغسلي ايدو يتابع تطويل الكره الاخيره امام كبير اتجاه كينغسلي ايدو ايدو في هذه الاونه يعلن الحكم نضال بن طيف على نهايه المباراه مباراه الديربي بين الافريقي والملعب التونسي والانتصار الانتصار للملعب التونسي على حساب النادي الافريقي بهدفين مقابل هدف